السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عصير برتقال نعناع تحفه، جميل جدا. طبعا كلنا حابين ان احنا يعني يبقى فيه كده معانا حاجه مرطبه في شهر رمضان ان شاء الله، سواء كان في الفطار او في السحور. فانا النهارده ان شاء الله بقدم لحضراتكم نوعين او طريقتين من عصير البرتقال، طريقه يعني على السخن وطريقه على البارد. اللي حابب يعمل اي طريقه منهم تمام، كل واحد طبعا رغبته. اللي حابب يزود كميه سكر اكتر من ان شاء الله هقولها في الفيديو تمام، اللي مش حابب يحط سكر خالص برده كل واحد رغبته. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقتين ازاي، الطريقتين احلى من بعض، الطريقتين موفرين جدا. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف المقادير. بسم الله الرحيم، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عصير البرتقال بطريقتين احلى من بعض، كل واحد حابب طريقه معينه يعمل بيها. ان شاء الله هنشوف مع بعض خطوات كده واحده واحده، هتديني كميه محترمه جدا وكبيره جدا. من حاجات بسيطه هيبقى عندي كميه هايله جدا. يلا بينا مع بعض واحده واحده نشوف الخطوات ونشوف التفاصيل مع بعض. ودلوقتي هنا معايا في الحلة بتاعتي برتقانية، انا بشرت القشر بتاعها، اخدته القشر اللي هو الاورنج بس مش الابيض، وقشرت القشر الابيض بتاعها كله وقطعتها، ونفس الشيء عملته مع ثمرة ليمون يعني وسط كده. بشرت برضو القشر بتاعها اللي هو الاصفر بس، ما خدتش الابيض، قشرت الابيض كله واستغنيت عنه. قطعت اللحم نفسه بتاع الليمونه وحطيته دلوقتي على النار مع اللحم بتاع البرتقال نفسه، بعد برضو ما قشرت القشر زي ما قلت لحضراتكم. كمان خدت جزرايه صغيره كده غسلتها وقطعتها وحطيت على الثلاث ثمرات دول في حدود 3 ارباع كوبايه ميه، وسايباهم بقى هياخدوا كده غلوه محترمه. وبعد كده هنشوف الخطوه الجايه مع بعض ايه. دلوقتي بعد ما غليت البرتقانية بتاعتي مع حباية من الليمون بالكافية اللي قلت حضراتكم عليها، معهم كمان جزرية صغيرة او نص جزرية كبيرة، هبدأ دلوقتي انزل بالخليط بتاعي ده في دورة الخلاط، ومعايا نص كوباية من السكر، وهضربه في الخلاط. وبعد كده هنشوف الخطوة اللي وراها ايه مع بعض. وبعد ما ضربت الكمية عندي في دورة الخلاط، هبدأ ان انا انزل بيها في نفس الحلة اللي انا سلقت فيها قبل كده، بس هصفي الكميه اللي عندي. بسم الله الرحيم، علشان اي تفل او شوائب تكون موجوده هتخلص منها، علشان يكون العصير بتاعي سلس كده وناعم. باي مصفى ناعمه كده علشان تحجز لي كل الشوائب اللي عندي، يبقى العصير بتاعي بيور. كل الاضافه اللي انا ضفتها للعصير بتاعي على المواد الطبيعية بتاعتي هو شوية السكر والمية وبس. هبدأ أكمل كمية العصير اللي عندي أصفيها، وبعد كده هنرجع تاني ونشوف الخطوة اللي وراها. وبعد ما ضربتهم في درق الخلاط اهو، ده الناتج بتاعي، صفيته طبعا بالمصفى، زودت عليه في حدود كوباية مية كمان. دلوقتي هنزل بقى بيه في الدرق بتاعي، الدرق اللي عندي بياخد لتر مية. فهنشوف مع بعض من برتقانية واحدة خدت العصير بتاعها وخدت كل فايدتها، مع الليمونية برضو خدت العصير بتاعها وكل فايدتها، والقشر بتاعها الطبقة الخفيفة الملونة بتاعتي دي الصفراء او الاورنج في البرتقان بشرتها واستفدت بيها. كل ده استفدت بيه واداني النتيجة المحترمة الجميلة دي، كمية محترمة جدا. طبعا احنا محتاجين في شهر رمضان الكريم العصير كده يكون فريش ويكون طبيعي ويرطب ان شاء الله كده معانا في الصيام، سواء كان في الفطار او في السحور. دلوقتي هنزل بيه على الدرق بتاعي واشوف اداني كمية قد ايه. دي كمية العصير بتاعتي اللي خدتها من برتقانية واحدة ولمونية واحدة وجزراية صغيرة. ممكن كمان اعزز الطعم واعمل عصير ليمونة كاملة عليه فريش، مفيش اي حاجة خالص، بعزز طعم الحموضة عندي في منتهى الجمال. اللي مش حابب ان هو يضيف سكر براحته، اللي حابب يضيف كمية اقل طبعا، المذاق ده تبع ذوق كل واحد. كمان هعمل طريقة تانية لعصير البرتقان تحفة في منتهى الجمال، عصير بيكون منعش جدا فريش، مش هضيف عليه اي اضافات خارجية ولا صناعية زي ما عملت هنا بالظبط، بس طريقة مختلفة الى حد ما. هنشوف مع بعض برضو الطريقه الثانيه. يلا بينا. دلوقتي انا خدت كميه البرتقال بتاعتي عصرتها تمام بالطريقه العاديه جدا، وخدت الجزرايه بتاعتي بشرت نصها وقطعت نصها، يعني اي حد حابب يعمل يبشر او يقطع مفيش مشاكل. المهم ان انا حطيت عليها في حدود كوبايه ميه وسلقتها على النار عادي خالص، سليق عادي خالص. هبدا دلوقتي ان انا اضربها في دورق الخلاط مع معلقتين من السكر، وبعد كده هنشوف الخطوه اللي وراها ايه. ودلوقتي هبدا انزل بعصير الجزره بتاعتي، هصفيه كده وانزل بيه على عصير البرتقال بتاعي. ودلوقتي بعد ما نزلت بيه عصير الجزره بتاعتي المسلوقه على عصير البرتقال بتاعي، حابه ان انا اعزز الطعم بعصره من الليمون كده، وهنزل بالباقي هنا
الدورق اللي انا عملت فيه قبل كده العصير بالطريقة المختلفة اللي فيها سلق لل او غليت فيها البرتقال بتاعي مع حبة الليمون وحبة الجزر. ده العصير ده انا نزلت بيه بنص من عصرة ليمونة والنص التاني حطيتها هنا في العصير النوع التاني اللي احنا ما عملناش فيه عملية غليان. هبدأ بقى انزل بالكمية اللي عندي دي في الدورق. بسم الله الرحيم. عصير برتقان عملته بطريقتين. طريقة اللي هي العصير البيور حطيت عليه جزراية مسلوقة ضربتها في الخلاط مع معلقتين من السكر وكوباية من المية وعصيرة ليمونة. وهنا برضو عبارة عن العصير اللي عندي عبارة عن برتقانية واحدة مع ليمونة مع جزراية صغيرة سلقتهم على النار مع كوباية من المية او كوباية ربع من المية وبعد كده ضربتهم في الدورق بتاع الخلاط مع نص كوباية من السكر وكملت بمية. تمام. ده برتقان اللي موجود عندي هنا في حدود كيلو كيلو وربع مع عصرة ليمونة ومع جزراية وهنا برتقانية واحدة مع ليمونية واحدة وعصرة ليمونة وجزراية عفوا. يعني اللي حابب يعمل الطريقه دي اوكي، اللي حابب يعمل الطريقه دي اوكي. عموما الاثنين ما دخلتش فيهم اي عناصر خارجيه، يعني كان كله حاجات طبيعيه. استخدمت برتقال طبيعي، ليمون طبيعي، جزر. اللي حابب الفيديو بتاعي وعجبته اي طريقه يعمل لايك ويعمل شير علشان الفيديو يشوف اكبر عدد من الناس. واللي ما كانش مشترك معايا في القناه ريتو يعمل سبسكرايب ينورني فيها. اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.